عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نبين لكم كيفاش نزيدوا السوايع ديالنا بسرعه حتى نوصلوا ل 4000 ساعه. غادي نفتحوا لاباج ديالنا ديال جوجل. هاد 4000 ساعه ممكن نزيدوها بالورديناتور، وعندي طريقه اخرى بالهاتف. الان غادي نقوموا عن طريق الورديناتور، المره الجايه ان شاء الله غادي نديرو بالهاتف. غنفتحوا لاباج ديالنا جوجل كروم عادي، وغادي نمشيو هنا فين كيكون هذا، هنا فين راه كاين هاد ام هادي، يعني فين كاين الجيميل ديالك. غتكليكي تما وغتهبط لتحت لاجوتي، تكليكي على اجوتي وتفتح معاك هاد لاباج هادي. هنا ممكن تفتح واحد لاباج بخيفي انت دير السميه اللي بغيت. بحال انا مثلا غادي ندير ا1، وغنختار هاد الصوره هادي نكليكي عليها، ومن بعد نهبط ندير اجوتي. غتفتح معايا واحد لاباج بخيفي نتاع جوجل ما فيهاش حتى شي جيميل. غادي نمشي هنا نطلع هاد لاباج، نكليكي على ديماري، من بعد تكليكي على سويفي على فين طلع معاك كونتيني ولا نو ميرسي. حنا غادي نديرو نو ميرسي، هكا غادي نكونو فتحنا واحد لاباج خيفي. ها هي هنا، غادي نحيدها ونرجع للاباج ديال جوجل كروم. غنمشي عاود للجيميل وغنفتح، نهبط لتحت نفتح، نمشي لاجوتي نفتح واحد الباج اخرى غنسميها اجوج. غنكليكي على الفوتو اللي بغيت وندير اجوتي. من بعد اجوتي هنايا باش نكمل لاباج نتاعي غنكليكي على ديماري، من بعد ديماري غنكليكي على سويفي وهنا ندير نو ميرسي. هنا كنكون دابا فتح دوباج، هاهما غادي نلقاهم في الصفحة نتاعي في الأورديناتور، هاهما أ1 و أ2. وغادي دير بهاد الطريقة هادي تفتح بحال أنا هاني فتحنا، دير 10 أ ودير دوسي دير 10 بي. ها هي مثلا 10 أ، هاني كليكي عليها. دابا هنا غادي نوريكم كي غادي نديرو باش نزيدو السوايع ديالنا. غادي تمشي لهنا الفوق مثلا الأولى أ1 كروم، غتكليكي عليها غتفتح لاباج هكا. من بعد كتجي هنايا لديك الصورة اللي كتكون شوازيت تما، بحال أنا كنت شوازيت هنايا المش، يعني غنكليكي غادي نمشي هنا الصورة ديال المش، غادي نمشي حتى الصورة ديال المش كاين ثلاثة نقاط، غنكليكي عليهم غنحسب 1 2 3 وغادي نهود هنا فين كاينه نوفيل فونيتر دو نافيغاسيون بريفي. غتكليكي عليها غتفتح لك ان باج بريفي، غتجي هنا في الجيم غتلقى اليوتيوب، غتكليكي اليوتيوب تدخل لاباج ديال اليوتيوب. من بعد كتطلع لك هاد كونيكتيفوا اليوتيوب، غادي تحيد هاد دير نو ميرسي، وهنا دير جاكسيبت. من بعد غادي دير الاسم ديال القناة ديالك، بحال انا غندير الاسم ديال القناة ديالي. غادي ندخل الفيديو ديالي هاهما، غادي نختار الفيديو بحال انا كنت مسجل واحد الفيديو هنايا فيه 10 ديال السوايع، كنكليكي عليه بحال هكا. هو الفيديو ديالي خدام. كنقص الاورديناتور نتاعي، ومن بعد كنخرج كنفتح هادوك لي باج اللي كنكون درت كاملين المهم على حساب الكونيكسيون اللي عندكم. انا كندير 10 كنفتح 10 ديال لي باج في كل مره، وكنخليهم خدامين في الاورديناتور. كنقص الصوت يعني باش ما نديرونجاش في الدار. واللي عنده الكونيكسيون عيان كاين واحد الطريقه يعني ديرها لي فيديو، انك تهود تجي هنا كتالباغاميتر كتهود لاخر لا فيتاس ديال ليكتير، كديرو مثلا بحال ديرو مثلا
0.25 باش تقرا مثلا الفيديو مثلا في 10 سوايع، يعني تقرا 40 ساعة كتمرك 40 ساعة وتمشي هنا الكاليتي ديال الفيديو كدير 144 بي 144 بي كديرها باش يعني ما يبقاوش يتوقفوا لي فيديو ديال 10 الا كان الكونيكسيو عيان. وملي كتكون فتحت يعني هذيك الصوره كدير هاد الصوره ديال لا ميوزيك هادي، من بعد كتهودها لتحت هكا، ولكن خص ما تخليش هذيك الصوره ديال جوجل كروم اللي كنت فتحت فيها بريفي هذه اللي فيه يكون فيها الصوره مثلا ديال القطوط ولا ديال البالو ولا ديال الفيلو اللي غادي تشوازيو، هذيك خصك تسيبريميها تحيدها هكا باش ما يكتشفش اليوتيوب انك كتخدم بلا ميم لا ميم سيستم يعني في واحد الاورديناتور. هاني انا هنا داير 10 ديجا هما خدامين، وهادو غير فتحتهم باش نوريكم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالي وتشاركوا معايا في القناة نتاعي وديروا لايك باش المرة الجاية ندير لكم الفيديو كيفاش نديروا السوايع ديالنا بالتليفون، وشكرا.